السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد التريبي من موقع دروس أونلاين. هنتكلم النهاردة عن طريقة نشر مواضيع المدونة بتاعتك تلقائيا، سواء على الفيسبوك أو تويتر أو حتى اللي هو جوجل بلس. طبعا طريقة نشر المواضيع على جوجل بلس هي بتتم بطريقة سهلة جدا، كل عليك إنك بتدخل المدونة بتاعتك وبتضغط على جوجل بلس، تمام، وبعد كده بتبدأ تعلم علامة صح على الصفحة الخاصة بمدونتك، فبالتالي أي موضوع بتعمله تلقائيا بيتنشر على الصفحة، وفي اختيارات في الجنب هنا تقدر إنك تتحكم فيها برضه. طيب عايزين نعرف دلوقتي مع بعض إزاي ننشر المواضيع تلقائيا على الفيسبوك أو تويتر. مبدئيا هي الطريقة واحدة، سواء إذا كنت هتنشرها على الفيسبوك أو تويتر، عشان كده أنا هشرح الفيسبوك وأسيبكم أنتوا تجربوا تويتر بنفسكم. طيب إزاي هنعمل الكلام ده؟ اول حاجة طبعا وليكم مثلا مدونة زي دي، عايزين نبدأ المواضيع بتاعتها تنشر تلقائيا على صفحة الفيسبوك. المدونة زي دي طبعا لازم يكون ليها حاجة اسمها الخلاصات او فيد بيرنر، فلازم اول حاجة تبدأ تفتح، طبعا بتكون مسجل حسابك في جوجل، وبعد كده بتبدأ تفتح فيدز دوت فيد بيرنر دوت كوم، على اساس ان احنا نعمل خلاصة الاول لموقعنا، وبعد كده هنعرف ازاي ننشر المواضيع على الفيسبوك او تويتر. بيفتح معاك طبعا الموقع فيد برنر بالشكل ده تابع لجوجل، بتكتب هنا الفيد برنر الخاص بتكتب هنا الخلاصات، بتكتب هنا رابط الخلاصات بتاع موقعك، بيبقى عن طريق اللي هو تكتب رابط موقعك وبعد كده سلاش، تكتب rss.xml، وبعد كده بتعلم على I am broadcaster، وبعد كده بتضغط على نيكست، تمام. بتكتب هنا اسم الفيد وليكن مثلا تحميل برامج كمبيوتر، وده بيبقى رابط الفيد بتاعك، تمام. بتكتب مثلا الرابط هنا الفيد، بيبقى تختار مثلا اي رابط انت عايزه، وبعد كده نيكست، تمام. كده تم انشاء الفيد، تضغط على نيكست، برضه بتضغط على نيكست، وده كده تم انشاء الفيد. وعايز تعرف ازاي اللينك بتاع الفيد، اضغط على edit feed details، تمام، وده رابط الفيد بتاعك، وعشان نتأكد برضه ناخد اللينك ده، تمام، ده كده رابط الفيد. وزي ما احنا شايفين تمام كده، ده رابط الفيد فعلا مظبوط. بتيجي بعد كده بقى تفتح اللي هو موقع تويتر فيد، تويتر تويتر فيد، تويتر فيد دوت كوم، خلاص اللينك ده نحتفظ بيه بس كده، كوبي ونقفله، والموقع ده هو اللي من خلاله هنربط المواضيع بتاعتنا بتويتر وفيسبوك، على اساس ان هي تتنشر تلقائيا لوحدها. بتبدأ تعمل ساين اب، بتسجل في الموقع، بتضغط على ساين اب، هنا بتكتب الايميل، وبعد كده بتكتب باسورد، وبتعيد كتابة الباسورد، وبتكتب الكود، وبعد كده بتعمل create account. طبعا هيجيلك دلوقتي رسالة على الايميل، تمام، جيت اهي، تفتحها، تضغط على اللينك، تقفل ده. نبدأ دلوقتي نضيف، أول حاجة نضيف الفيسبوك، تكتب هنا الفيد نيم، نكتب مثلا اسم الموقع، وهنا بنحط الفيديو ار ال، نحطه هنا كنترول في، وبعد كده بنضغط على continue to step 2، تمام. هنا بتبدأ تربط حسابك بتويتر وفيسبوك ولينكد ان
لينكد ان برضه، تمام، واب نت. فكل اللي عليك ان انت طبعا بتضغط على مثلا هنربطه بتويتر او فيسبوك، انا هربط بالفيسبوك، والطريقه طبعا تطبق على باقي المواقع، تمام. هنا بتبدا تعمل كونكت ويز فيسبوك، تمام، بتديله صلاحيه الدخول، طبعا هيبدا يرجع الموقع اللي هو التويتر فيه تاني، تمام. كده تم الربط بطريقة سهلة جدا. تبدأ هنا تختار الصفحة بتاعتك اللي انت هتنشر عليها، اللي هي تحميل برامج الكمبيوتر، وبعد كده بتعمل create service، وطبعا بيقول لك تاني لو عايز تضيف على تويتر او لينكد ان، فانا اقول له all done، وانت تبقى تطبق الباقي الخطوات. all done، تمام. go to dashboard، كده تم عمل فيد برنر لصفحتك على فيسبوك، وهيتم نشر المواضيع تلقائيا على الصفحة. وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة. أتمنى يكون درس مفيد. ما تنسوش الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب، وكذلك متابعة صفحتنا على الفيسبوك ليصلك كل جديد. شكرا، السلام عليكم.